السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق جميل على الاب ستور بيشتغل على الايفون وعلى الايباد، هو بيحول البرومت او التكست لصور. كل اللي عليك تكتب بس انت عايز صورة ايه، هو يبدأ ان هو يعملها لك. فأتمنى تجربوه وتقول لنا رأيكم. هي دي الفكرة، تكتب التكست اللي انت عايزه تلاقي الصور تلات زمان.